فهناك عقول لا تعرف كيف تفكر، وإن فكرت تنحرف في تفكيرها، فممكن أن العقل يضل الإنسان. بيقول كيف نعرف أنه قد ضل؟ بالاستشارة. لما عقلك يقول لك اعمل كذا وكذا، تقول لمرشدك الروحي لأب اعترافك عقل بيقول لي كذا، فايه رأيك؟ فيقدر يقول لك اذا كان ده على ضلال ولا لا. بيقول توفي والدي وترك كل شيء باسم والدتي، ولا تريد اعطائي شيء من الميراث، وكل الدخل تعطيه لاخي، ولا يسأل اخي في ماذا افعل، امشي في سكة المحاكم ام لا. والدتك ادت اخوك لانها بينه وبين اخوك محبة، وانت ما ادتك شيء لانك مستطعش تكسب محبة والدتك ولا رضاها عنك، فبتحصد نتيجة عدم اكرامك لوالدتك. وان دخلت في المحاكم، المحاكم مش هتجيب لك حاجة. بيقول خصوصا وان زوجة اخي هي واهلها
فرحين ان العلاقات بيني وبين والدتي سيئة، هذا جبت لنفسك. ما يزرعه الانسان اياه يحصل. واحد بيقول ربنا معاك يا ابويا الحمد لله بالسلامة، اذا سمحت يا قداسة البابا ترشدني ازاي ارد على شخص له افكار غير سليمة كالملحدين والوجوديين علشان ارجع فكره. انا خايف تقعد مع الملحدين، هم اللي يغيروا فكرك. الشخص اللي يناقش على هؤلاء لابد ان يكون على درجة كبيرة من الايمان ومتعمق ويعرف يرد ويعرف يناقش. واحدة بتقول أرجو سماع عبارة ربنا يشفيك يا بنتي من مرض الكبد. آمين يا رب، ربنا يشفيك. واحد بيشكي من الكشافة بتضايقهم، وجاي الكشافة يشكو لأنكم مش عايزين تحفظوا النظام. واحد بيقول أرجو مساعدة لعمل كشك. وأنا من مواليد 85 وحاصل على دبلوم تجارة ومريض بالقلب وعندي شهادة إعفاء من الجيش ومن المرافق وهاجر. هل عندك ترخيص لعمل كشك؟ إن كان عندك ترخيص رسمي إحنا نساعدك وتفوت علينا وتورينا الأوراق اللي في إيدك. أنا متزوجة سيدنا منذ 9 سنوات ولدي طفلين وزوجي بيخني ويتعامل بمبدأ الأمر الواقع، ولما واجهته أخذ جنب ولا يتحدث ولا يتعامل معي، ماذا أفعل؟ البنت بتفرح ان جالها جوز بقت متجوزة، لكن الحصول على زوج ليس هو كل الموضوع. الموضوع هو المحافظة على هذا الزوج. الزوج اختارها لما كانت متهندمة وجميلة ولطيفة
وتسر ناظري. وبعد ما اتجوزتها لقاها في البيت بصورة أخرى مختلفة تماما عن البنت اللطيفة المتهندمة، فابتدى شوية بشوية يدور على الصورة الأولانية اللي كان بيحبها. نصيحتي للزوجات أن يحتفظن بجمالهن في بيوتهن. أنا فاكر الزجل اللي قاله واحد زمان بيكلم مراته بيقول لها: لبسك وقيافتك من خيري، ووجهتك ليه بس لغيري، في الشارع وردة وفي بيتك قلبة. هي الزوجة عايزة زوجها يحبها بالأمر بحكم قسيمة الزواج، وانت بتقولي الرجل بيفرض الأمر الواقع، فالأمر الواقع انك وقعتي ما بقيتيش زي زمان. انا مش بتكلم كده ان الازواج لهم حق، برضو الازواج عينينهم زيخة، منين ما يلاقي واحدة تعجبه ينجذب اليها، ولا يفكر في الدين ولا في العيلة ولا في حاجة خالص. كانت عينيك مفتحة قبل الزواج، بعد الزواج لازم تكون مغمضة شوية كده. حسب رواية الكتاب المقدس الشيطان لما أغوى والدينا الأولين قال لهم: يوم تأكلان من الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر، تنفتح أعينكما. هذه المصيبة دي لأنك مفتحة، منين ما تمشي تبص وتبص وتبص. اعطوا لأعينكم وقارا، اعطوا لأعينكم وقارا ولأسرتكم اعتبارا. وانت يا بنت اللي بعت السؤال مش بالعتاب هتكسبي، حسني علاقتك مع زوجك. واحد بقى بيقول: ما هو كتاب دلال المزامير؟ هل هو من الكتب الكنسية المستخدمة في صلوات الكنيسة؟ لا أبدا، وأنا أنصحك ما تقرأش هذا الكتاب.
واحد يقول ما المقصود بما قلته قداستكم في عزة الإسكندرية الماضية عن الشائعات الكثيرة عن صحة قداستكم من وقت لآخر، ومن له مصلحة في نشر هذه الشائعات عن مرض قداستكم؟ لم ينشروا أي كلام صحيح عن مرضي كتر خير، لكن بينشروا أكاذيب ويلزقوا في أمراض لم أشكو منها طول حياتي. بيقول من له مصلحة في نشر هذه الشائعات؟ طبعا الصحافة النقية لا تنشر هذه الإشاعات، لكن بعض الصحفيين يهموا السبق الصحفي، يعني وبعدين يا بنات يعني ايه السبق الصحفي؟ يعني عايز يتميز بانه اول واحد نشر الخبر وسبق جميع الصحفيين في النشر، فما يصدق يلاقي كلمة ويروح نشرها، وبعدين يقول اللي عايز يكذب يبقى يكذب. فدي حاجة من الحاجات. وفي بعض الصحفيين يهمهم الإثارة أو الأخبار التي تحدث دوياً وسط الجمهور، فيقول انشر خبر زي كده وبالشكل ده تشترى صحيفته. احنا مش من عادتنا ان احنا نرد على الناس دول، يكفيهم ردا ظهور الحقيقة فان كلامهم مش مظبوط. يعني ايه يكفيهم ردا؟ يوم الاحد الماضي موعد عزتي في الاسكندرية، طلعوا اشاعة ان البابا شنودة في العناية المركزة، وبسبب ذلك هيعتذر عن معاد العظة، والناس شافوني بعدها في العظة. وأشكر العناية المركزة لربنا اللي كشفتهم. انت هتزعلوا على ايه؟ ما حصلش حاجة. يا جماعة ما حصلتش حاجة.
الإيمان لا يعني يد ولا خليل. قاعد في مواضع الكهنة واحد بيقول لماذا لم يوضع اسمي آدم وحواء مع اسماء مجمع القديسين في الكنيسة، هتسميهم مجمع القديسين وهم اول من اخطوا في العالم. مع ذلك احنا بنذكر اسم ادم وحواء في قطع صلاة باكر في كل يوم. ما تزعلش، بيقول ما رأي قداستكم في صوم الرسل وفي تغيير مدته إلى آخره؟ يا ابني لما تصوم من نفسك هتستفيد، تصوم الرسل ونفسك متضايقة مش هتستفيد حاجة. واحدة بتقول لي يا سيدنا انا نسيت واكلت شمعدان بالشوكولاتة النهاردة، هل فترة صيامي ضاعت؟ وانا من ساعة طبعيت. لا يا بنتي، فترة صيامك ما ضاعتش، بس الشمعدان بتاعك ما كانش منور. لما كنت اشتري صدي خلاص معلش ربنا يسامحك. وخطيتك خليها عليا، لا هتزود ولا تنقص عندي، الحكاية عايزة. واحدة بتقول واحد يسر بيقول عيد ميلادي 48، لا 48 كان يوم الجمعة الماضية، أنا دائم الحضور لمحاضرات قداستك الأسبوعية، وفي السنة الجديدة من عمري عايز أسمع كلمة روحية تكون سبب بركة لي في العام الجديد. أولا كل سنة وانت طيب، وربنا يجعل أول سنة في حياتك سنة مبروكة ومحبوكة ومسبوكة. وخلي أمامك عبارة فلنبدأ بدءا حسنا، فلنبدأ بدءا حسنا، ودي عبارة موجودة في الأدبية. خلي السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت، وتكون سنة ما فيهاش أخطاء السنة اللي فاتت، وما
فيهاش نقائص السنة اللي فاتت، وربنا يساعدك بروحه القدوس ويجعله عام مبارك، ويجعل هذا العام مباركا على الجميع وعلى الذين معنا في هذا اليوم. واحد يقول لماذا لم يذكر الإنجيل المقدس حياة السيد المسيح في الفترة من عامه 12 وحتى بداية خدمته في 30 من عمره؟ الكتاب المقدس أراد أن يقدم لنا قصة الخلاص بكل الأحداث الخاصة بالخلاص، وأيضا تعليم السيد المسيح ومعجزاته. لذلك بدأ من العام 30، يقول ماذا أفعل عندما تأتيني أفكار شريرة أو أفكار تشويش غير لائقة؟ هل لا أهتم بها فتزول، أو لا أخاف ولا أهتم ولا أرهب منها فتزول إلى آخر؟ وسبب خوفي من أن أقع في الأفكار إذا جت لك أفكار شريرة لا تقبلها ولا تتصارع معها لئلا تثبت، إنما حاول أن تغير مجرى فكرك. فكر في شيء أعمق من هذا، فكر في مشكلة معينة، فكر حتى في خلاف عقيدي، فكر في شيء أعمق من الفكر. إن لم تستطع اذهب وتكلم مع أي إنسان أو اعمل أي عمل، المهم إنك تطرد الفكر، فطرد الفكر أفضل من الصراع معه. بيقول أنا شاب في الكلية في الفرقة الثانية،
ولكن عندما أرى أحد من الزملاء في كلية أفضل أزعل على أفضل من كليتي يعني. أندم ويأتيني فكر حزين أو متضايق وأقول لنفسي يا ريتني كنت جاهدت أكتر وأنب نفسي كثيرا وأشعر أنني حزين جدا جدا على نفسي لعدم التحاقي بإحدى تلك الكليات العليا. ماذا أفعل للقضاء على هذا الشعور الذي يحزن نفسي كثيرا؟ صلي هل هذا الحزن هينجيك؟ مش هينجيك، لكن حاول ان تتفوق في هذه الكلية اللي انت فيها، ونتيجة تفوقك هتصل لوضع افضل. وحتى بعد ما تتخرج ممكن انك انت تختار وضع في الحياة افضل، وربنا يكون معك. ما تزعلش وما تحزنش، لكن ده درس للباقيين اللي لسه في الثانوية. صليلي من أجلي يا أبانا فلانة وفلان، سنتزوج يوم 9/1/2010، ولكن لدي سؤال، هل إذا كان يوجد اختلاف في الشخصية مثل التدقيق بالنسبة له والبساطة بالنسبة لي، هل هذا يؤدي إلى مشاكل كثيرة فيما بعد؟ إذا عرفت إن الراجل بيمشي بتدقيق خليك أنت الأخرى بتدقيق، لأن الأخطاء اللي تعمليها ببساطة هيحاسبك عليها بتدقيق. فشوفي نفسية الراجل وما تصطدميش بيه، وشوفي عقليته وما تصطدميش بيه. واحد بيقول لي انا شاب مسيحي، تعلقت بي فتاة مسيحية، كلما اريد ان انهي العلاقة تهددني بالانتحار، فماذا افعل؟ انت بس نمرة واحد، ازاي خليتها تتعلق بيك؟ ازاي خليتها تتعلق بيك؟ واوعى تفتكر انها تنتحر، لا 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 لا، ده مرة واحد حب ينتحر
جاب ترابيزة وحط فوقها كرسي ووقف فوق الكرسي يعلق رقبته في حبل على اعتبار يزق الكرسي يقع هو يموت. فواحد قال له طب وليه ما زقتش الكرسي؟ قال له خفت لموت. هو التهديد بالانتحار ده كل حاجة يعني مجرد كلام. فما تخافش هي مش هتنتحر. انت تقول لها انا اسعى لك اجيب لك واحد يحبك يكون احسن مني، تقول لك لا ما فيش احسن منك. قول لها بس جرب. انت يهمك انك برضو ممكن انك تخرج من العلاقة بالتدريج بالتدريج بالتدريج. يعني بعد ما كنت بتقابلها كل يوم خليها كل اسبوع، وبعد كل اسبوع خليها كل شهر، وبعد كل شهر خليها كل 40 يوم، وبعدين كل شهرين، وبعدين تفلت. وانتوا يا بنات ما تتعلقوش بحد، اديكوا شفتوا المثل. فضل الراجل يخليها لغايه ما بقت تتعلق بيه، وبعدين يقول ازاي قفلت. الوضع الاصيل الاجتماعي ان الرجل هو الذي يسعى الى المرأة وليس المرأة تسعى الى الرجل. وانت يا بنتي المتعلقة اعقلي واتقلي. سؤال عن ولد بيضرب امه وفي الثانوية، ده هينجح ازاي ده؟ واحد بيقول لماذا يقال في احداث يوم القيامة ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام؟ لا، الكلام ده مش عن يوم القيامة أبدا. هو في متى 24 ومرقس 13 اللي اتكلموا عن نهاية الأيام، جزء منهم عن خراب الهيكل واليوم العظيم اللي هيتشرد فيه اليهود.
فبيقول صلوا لعل يكون يوم هربكم في سبت. وويل للمرضعات والحوامل في تلك الايام لانهم هم هربانين مش قادرين. والدليل على انه بيتكلم على الايام دي بيكون بيقول اثنان يطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة وتترك الاخرى. وده مش ممكن يكون في يوم الايام. وبعدين جري على يوم الايام الاواخر الايام في الايام وابتدى يتكلم عنه. فده مش عن يوم الايام، عن يوم تشرد اليهود امام نبوخذ نصر. بيقول كيف سيحاسب الله البشر على حياتهم القصيرة الأبدية لا نهاية لها. هو الذي يريد الله أن يشوف نوعية الإنسان بار ولا شرير، مش حكاية قصيرة ولا كثيرة. يعني يوحنا المعمدان مدة خدمته ما تطلعش السنة بالكثير، ولكن دلت على بره. المهم ان ربنا يعرف بر الانسان او شره، ما يهمش قصيرة ولا طويلة، لكن تظهر معدن الإنسان وجوهره. في إنسان الشرير ممكن يكون شرير في يوم وفي كل الأيام، إنسان بار ممكن يعمل عمل بري يدل على نبل هذه النفس ورفعتها. مش حكاية أيام وسنين. تالي بتقول لي انا سيدة اسرة مستورة، ولكن الظروف صعبة جدا ماديا في هذه الايام، وانا عندي 3 اولاد وبيبكوا علشان ملابس العيد، وأرجو مقدستكم التحنن علينا بمبلغ كذا لأشتري ملابس العيد. أنا من عيني، لكن هي لم تكتب لا اسمها ولا عنوانها ولا نمر التليفون، ازاي يمكنني مساعدتها؟ ارجوك تكتبي جواب باسمك وعنوانك ونمرة تليفونك، او تفوتي علي بكرة في لجنة البر واشوف حالتك. بس مش عايز 20 سيدة تيجي تقول لي انا اللي بعت لك الجواب. واحد من المرتلين بيقول لي
وانتم قلتم انك هتصدروا قرار بزيادة المرتبات للمرتبين في كافة الكنائس والإبارشيات ولم يصدر قرار بهذا الموضوع. وزادة الشكاوي: المرتلون ايضا مثل الباقين، يعني لما يروح يشتري حاجة من السوق بنفس السعر اللي بيشتري به الأسيس، ولما يشتري ملابس برضو بنفس السعر اللي بيشتري به الآباء الكهنة، ومع ذلك كثير منهم إيرادهم الكامل لا يكفيهم وبيشعروا بالظلم. فأرجو من الآباء الأساقفة ومن الآباء الكهنة ومن لجان الكنائس أن يهتموا بمرتبات المرتلين، وإن شاء الله سأصدر قرارا بهذا الشأن. بيسأل عن الزواج بامرأة الأخ، دي كانت نقطة اختلاف كبيرة جدا بيني وبين المتنيح الأنباء غريغوريوس. الكتاب يمنع تماما الزواج بامرأة الأخ. امرأة أخوه كأنها أخته بالظبط، لأن العيلة لما بقوا مع بعض بقى أهله أهلها وأهلهم أهله، فأبوها يعتبر أب ليه، وفي اللغة الإنجليزية يسموه father in law يعني أب حسب الشريعة، وأمها تعتبر أم ليه واسمها برضو بالانجليزي mother in law يعني ام حسب الشريعة، وبالتالي اختها تعتبر اخته، فما يقدرش يتجوز اخت مراته ولا هي تتجوز اخوه بعد وفاته. والكتاب المقدس صرح في العهد القديم بدي في تثنية 25 قال: إن مات أخ ولم يكن له ولد، أخوه يتجوز مراته لكي يقيم نسلا لأخيه، وأول ولد يتولد يعتبر ابن لأخيه، ودي عندنا مش ممكن، دي كان في العهد القديم. ما يقدرش واحد يتجوز ويخلف ابنه ويقول ده ابن اخويا اللي توفى، يعتبر تزوير ويروح المحكمة ويتسجن. فالموضوع ده كان، ولذلك في متى 22 كرر هذا الامر عن امرأة اتجوزت واحد ومات واخدت اخوه، ومات واخدت اخوه، يعني كانت محترفة موت ازواج.
فلمن تكون؟ الشرط ان اخوه اللي مات لم يكن له نسل، يريد تبقى اشوف لك المقالة اللي نشرناها عن هذا الموضوع ونبعتها لك ان شاء الله. نكتشف كده يا جماعة، بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تأثرت كثيرا بآية في رمية 14 بتقول إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. ازاي تكون حياتنا للرب نعيش له ونموت له؟ كثير من الناس لا يشعرون بدخل الله في حياتهم، وكثير من الأبرار لا يدخلون الله في حياتهم ولا في فضائلهم. فإزاي ندخل ربنا في حياتنا؟ يعني مثلا في الأكل وفي الصوم، كيف نأكل من أجل الله ونصوم من أجل الله ولا نكون في أكلنا وفي صومنا علاقتنا الوحيدة بالطعام؟ نحن نأكل لكي نأخذ من الأكل قوة نستطيع أن ننفذ بها وصايا الله، ونستطيع أن نكون أمناء في عملنا برضو من أجل الله، لكي نعطي صورة صورة مقدسة عن عملنا تمجد الله، كما يقول الكتاب يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. فنحن حتى أعمالنا الحسنة المقصود بها أن نمجد الله. في ناس طبعا أعمالهم الحسنة يريدون بها مجدا لأنفسهم مش مجد لله، وده انحراف في العمل المقدس من جهة الهدف مش سليم. ولما بنصوم لكي تنمو أرواحنا وتكون قريبة من الله، مش بنصوم لكي نعذب أجسادنا، لا، بنصوم لكي نعطي فرصة للروح
تمجد الله وبالشكل ده نبقى إن أكلنا وإن صمنا من أجل الله نأكل ومن أجل الله نصوم. في العطاء مثلا كثيرون يقدمون العطاء لمجرد الشفقة على المساكين أو من أجل واجبهم الروحي دون أن يكون الله له دخل في هذا العطاء. لكن أنت تفكر حينما تعطي المسكين تقول يا رب أولادك هؤلاء الفقراء المحتاجين اللي عهدت إلينا بأن احنا نهتم بيهم، احنا من أجلك نقوم بهذا الواجب، ومن أجلهم من أجل محبتك لهم ومن أجل ثقتك بنا أننا سنعطي. حتى في كثير من الناس الفقراء والمتسولين يقولوا لله، ما يقولوش ليهم، يقولوا لله، لأنك أنت بتعطي لله لكي يخزن لك هذا العطاء في السماء عنده، فأنت من أجل الله تعطي. هي المسألة إن ذاتك في الترتيب تكون الأخيرة. يعني إيه ذاتك في الترتيب تكون الأخيرة؟ يعني الله أولا والناس ثانيا وذاتك في الآخر خالص. ده الترتيب الروحي المنطقي، الله أولا والناس ثانيا وذاتك أخيرا. عشان كده ربنا طالبنا بإنكار الذات. إنكار الذات يعني ممكن ما تكونش موجودة خالص، مش بس أخيرا. أنت أيضا في الكلام وفي الصمت من أجل الله تتكلم ومن أجل الله تصمت. من أجل الله تتكلم لما تقول له افتح فمي يا رب، افتح يا رب شفتي فينطق فمي بتسبحتك. هو ربنا اللي يفتح شفتيك، يبقى الكلام جاي من ربنا. وبالصمت لما تقول له ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. إذن الكلام والصمت داخل فيهم ربنا. في إنسان يحاول يتكلم لكي يبرئ ذاته، واحد عايز يتكلم عشان يثبت أنه هو صح وغيره غلط، وده كلام مش من أجل الله، من أجل الذات. لكن الكلام الحقيقي المقبول عند الله هو الكلام اللي من أجل الله. كلام نشهد به لله ونشهد به للحق كاملا غير منقوص. لذلك الشاهد في القضاء
يقول أشهد أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. ده كلام الذي يدع الله أمامه ومن أجل الله يتكلم ليشهد للحق، لأن الحق هو الله. الخدمة أيضا، هل أنت بتخدم من أجل الله ولا من أجل نفسك إنك تكون خادم ناجح، ولا من أجل الأنشطة؟ حكاية الأنشطة دي حكاية يقع فيها كثيرون، لدرجة أحيانا تفضل على الفقراء وكنيسة ماليتها ضيع في الأنشطة في المباني في شراء الأراضي، ويمكن يهملون الفقراء. واحد فقير يروح للكنيسة يطلب عطاء في حالات حرجة في حياته، فأبونا يقول له ما عندناش فلوس يا ابني، ده احنا مديونين من أجل الأنشطة. أقول للآباء الكهنة الحاضرين معنا وأيضا للآباء الأسف، ربنا يحاسبكم في اليوم الأخير وربما من دلوقتي على كل فقير لم تساعدوه. وخصوصا في أيامنا دي اللي انتشر فيها الاحتياج المادي الشديد والأزمات المالية والبطالة. يجي يسألك تقول له مؤاخذة أنا ببني مبنى الخدمة الاجتماعية. الخدمة الاجتماعية أنك تساعد هذا الفقير. أنا بأنذركم بهذا الأمر. ربنا بيقول الشخص الذي لم تنذره ومات في خطيته من يدك أطلب دمه. يريد تفتكره بارد أطلب دمه. احنا مش قتلين قتل، لكن مع ذلك بنقول في المزامير نجني من الدماء يا الله إلى خلاص. ايه الدماء دي؟ دماء اللي ماتوا في خطيتهم واحنا ما اصلحناهم شيء قبل ما يضيعوا. دماء الذين من اجل العوز يمكن غيروا طائفتهم ولا غيروا اكتر من كده، ولا لجؤوا للاحتيال ليحصلوا على المال. ودماء، وربنا يقول ومن يدك اطلب دماءهم. اذا احنا من اجل الرب نعيش من اجل الرب، حيث اننا نضع وصاياه امامنا في كل وقت وفي كل عمل نعمله. كل عمل نعمله بالله ومع الله ومن اجل الله.
نعمله من أجل الله، لأن احنا لازم ننفذ ما يقوله الله في حياتنا. ومع الله أي مع نعمته العاملة فينا ومع روحه القدوس العامل فينا. ومن أجل الله، لأنه ائتمننا على هذه الخدمة فيجب أن نقوم بها. في التربية مثلا، هل أنت بتربي ابنك من أجل الله وبتربيه لله؟ بتهتم بأكله وملابسه وتعليمه، لكن ما بتهتميش بعلاقته بربنا. وساعات الأم بتقول ما هو أنا ببعته لمدرسة الأحد، تبعتيه يقضي نص ساعة في مدرسة الأحد وبقية أيام الأسبوع وساعات الأسبوع كلها معك لا تعملين شيئا. يعني الأسبوع فيه 168 ساعة، نص في مدرسة الأحد إن راح وإن استمع وإن فهم، طب والباقي 167 ونص ساعة علاقتك بابنك في تعريف ربنا بتعمليه لله؟ الله هو اللي أعطاك هذا الابن. الكتاب يقول إن الله أغلق رحم راحيل فلم تلد، ثم فتح رحم راحيل فولدت. فربنا هو اللي بيديك الولد. بعد ما اديك الواد تنكر جميل ربنا عليك وما تربيش الولد في مخافة الله وفي حفظ وصاياه. حنا أم صموئيل ما كانش عندها ولد، كانت بتبكي عشان ربنا اديها واد وربنا اديها واد. قالت من يد الله أخذته وليد الله أعطيه، خليته يتربى في شكيم في الهيكل. احنا لازم أولادنا يكونوا مش بس احنا لله نعيش، ونخلي أولادنا أيضا لله يعيشون. ما تعمليش زي الحكاية اللي سمعناها في الأسئلة، ان واد بيضرب امه، ده واد بيضرب امه دي فضيحة. وكتير من السيدات بيجونا ابننا لما كبر يدوخنا وتعبنا. ليه؟ لان احنا ما ربناهوش في خوف الله. من أجل الله نعيش ومن أجل الله نموت، والذي يعيش من أجل الله يجذب إليه أيضا أشخاصا يعيشون من أجل الله.
في واحد لا يعيش من أجل الله لأنه يعيش من أجل نفسه، يعيش من أجل نفسه، من أجل أن نفسه تكبر ونفسه تشتهر ونفسه تاخد مناصب وتاخد سمعة عند الناس وتاخد متعة في الحياة، زي الراجل الغني الغبي اللي قال عندي خيرات كثيرة لسنين عديدة آكل وأشرب وأتمتع، وزي غني العازم حتى سليمان الحكيم قال بنيت فراديس وبنيت جنات وكان عندي نساء وكل تمتعات الملوك، ومهما اشتهت عيناي لم أمسك عنهما. ده بيعيش لنفسه لدرجة أنه تعب في الآخر وشك الناس في خلاصه لولا ما رحم الله. فاللي بيعيش لنفسه ده بيضيع نفسه. افرض انك خدت اكبر من منصب معين، هل المنصب هيخلصك؟ لا يخلصك الا ثباتك في الله وثبات الله فيك. يا من اصدع نتيجة المناصب، يا من أنا مرة قلت لبعض رجال الإكليروس الجلابية السوداء اللي احنا لابسينها دي مش هي اللي هتخلصنا، لا يخلصنا إلا نقاوة القلب وحساسية الضمير والعمل الصالح في كل حين مع الإيمان القوي بالله. من أجل الله نعيش. اسأل نفسك في كل وقت، هل انت بتعيش من اجل الله؟ واحد يقول انا بعيش من اجل اولادي، هل انت بتهتم بروحيات اولادك؟ وهل انت مطالب باولادك فقط وبقية الناس لا؟ ثم انك انت لا تحاسب امام الله الا عن الخير الذي تعمله انت وليس ما يعمله اولادك. حب اولادك هذا حسن جدا، ولكن حب بقية الناس معهم، حب المجتمع، حب الكنيسة، حب ربنا قبل الكل. ولا تكن لك المحبة الخاطئة. ما هي المحبة الخاطئة؟ المحبة الخاطئة هي كل محبة خارج عن محبة الله أو ضد محبة الله. كل محبة خارج محبة الله أو ضد محبة الله. وإيه تاني؟ وكل محبة طاهرة أزيد من محبة الله. بيقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، من أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني. لا تحب محبة ضد محبة الله ولا تحب محبة أزيد من محبة الله. ده الكلام اللي مفروض تعرفه. يعني بصراحة لا يكن لله
منافس في قلبك. لا يكن الله منافس في قلبك، لا شخص ولا شيء ولا مركز ولا حد ولا مادة. المفروض انك تحب الله وتعيش له مهما كانت الظروف الخارجية. واحد يقول عايز احب ربنا بس الظروف الخارجية تعبتني. لا يا حبيبي، شوفوا يوسف الصديق احب الله وهو ابن في اسره، لدرجة أبوه أحبه وجاب له خبز ملون، وأحب الله وهو عبد في بيت فوتيفار، وربنا من أجل محبته ليه أخذك الخير على كل بيت فوتيفار، وأحب الله وهو سجين ظلما، رئيس السجن ترك كل شيء في يده والمساجين جم ليه يكشفوا له أفكارهم. وأحب الله وهو في قصر فرعون، خاتم فرعون في يده وكل السلطة في يده والناس يسجدون له في كل الأوضاع. أحبه لأن هدفه كان الله وليس شيء آخر. من أجل الله كان يعيش، ومن أجل الله كان يضطهد، ومن أجل الله كان ينجح في حياته. فما يهمكوش الأوضاع الخارجية، لازم تنتصروا عليه. من أجل الله نعيش. في واحد يقول أنا مستعد أعيش لله على شروط، على شرط ينجحني في كذا ويمتعني بكذا ويستجيب لكل صلواتي ويمشي حياتي آخر تمام. طب ما عملش كده هو حر. هذه الشروط اللي عايش بيها. لا تشترط على الله شروطا احنا بنعيش من اجل ربنا ونعيش له لأننا صنع يديه، هو اللي خلقنا وهو اللي رعانا وهو اللي ادانا الضمير وادانا العقل وهو اللي فدانا وهو اللي بيقود حياتنا. فنحن مديونون للرب في كل شيء. عشان كده نحن للرب نعيش. وإن عشنا للرب تكون هذه هي الحياة الحقيقية والحياة المثالية. ونعيش من أجل الرب لسبب آخر، لأنه هو قال لنا بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيء. فأم إذا كنا بدونه لا نستطيع شيئا، إذا نقوى علاقتنا معاه. أما الناس اللي يقولوا بنعمل حاجات كتيرة وبدون ربنا الحاجات دي كلها فاشلة ومش هينجحوا فيها. ما نقصدش نعيش للرب يعني نعيش بالتكريس، ما هو
بشير الصديق ما كانش مكرس، وكان ماسك وزارة التموين في أيامه، لكن يعيش لله بالقلب النقي بالضمير الصالح، لا يبكتنا ضميرنا على شيء. في أشخاص كبار مش لاقيين حد يبكتهم، أو جايز الكبار بينكسف البعض منهم ما يقدرش يبكتهم، لكن لازم الضمير بتاعهم يبكتهم، قلبهم من الداخل يبكتهم. كثير من الكبار ما بيجلسوش مع ضمائرهم ولا مع قلوبهم، ما يدوش فرصة للقلب يبكت ولا للضمير يبكت، بل يحاربهم الشيطان لأنهم فوق التبكير. أما كلمة من أجل الله نعيش ومن أجله نموت، فنموت من أجله يعني نموت لكي نحيا معه إلى الأبد في ملكوته في سماء في الحياة معه، أو نموت من أجله. اتفضلوا نصلي. من الليل يا زم سابترين كي يوم كي عبدنا معك كي نتعيك كي سمسي ونصنعون.